بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالإخوة الكرام مرة أخرى إلى كتاب ليغي كومبخوند، ونستأنف مع ما تبقى من العبارات المتعلقة بنص لدو الشافغ. إذا نتكلم عن المعيزتين، طبعا رأينا النهاية التي وصلتها المعيزتين من الإساءة لبعضهما بعضا، وذكرنا طبعا في آخر النص كيف أن الإنسان أيضا ممكن أنه يحدث له ما حدث للمعيزتين عندما يتصارع في الأمور التافهة. إذن كما رأينا، إذن إرغمانتر سور لو شومان أن بواطون أي أن بيلون أي روتورنير ألور بيرجوري أي روتورنير ألور بيرجوري شاكين دو سون كوتي. فوالا سو كيغي بيان سوفون لوسكون سو ديسبيت. إذن هذا الذي يحصل غالبا جدا عندما نتصارع. نأخذ فوكابولير. إذن عندنا أولا كلمة أغيبي، عندنا هذا الفعل ذكرنا فيما سبق بأن الفيرب أغيبي أنه تعني وصل، ومن كما ذكرنا لغيبي الوصول، لكن في النص كما رأينا ممكن أن أغيبي تعني حصل. On peut dire aussi se passer. إذن يمكن أننا نقول بأنه حصل se passer، أنه حدث. Savez-vous ce qui est arrivé؟ هل أنتم تعرفون سو كي أغيبي؟ الذي حصل. ممكن أننا نقولها بعبارة أخرى، سافيفو سو كي سي باسي. هل أنتم تعرفون ماذا حصل؟ طبعا العبارتين والمعنى واحد. ثم عندنا لو فيرب بالي كما رأينا، إذن أون نو دي با لا شيفغ كخي، يعني أننا لا نقول المعزة تصرخ. طبعا لو فيرب كخي هذا فعل صراحة، يعني بالترجمة الحرفية، لكن أوندي ولكن أننا نقول البال. إذن كما نقول أنها تمعمع أو شيء من هذا القبيل. إذن نتكلم عن صراخ المعز، إذن هي تقوم بذلك الصراخ، إذن نقول البال هي الصراخ الذي تقوم به. ثم عندنا سو ديسبيتي، كما نقول تصارع أو تجادل إلى غير ذلك. سو ديسبيتي جين و لويس جو توجور انصومبل، اذا جين و لويس جو توجور انصومبل، انهما يلعبان دائما انصومبل، كما نقول في جماعه او معا، بمعنى اخر انهما يلعبان معا مع بعضهما بعضا. مي جاك اي غاستون سو ديسبيت توجور، ولكن جاك و غاستون سو ديسبيت، كما نقول انهم يتجادلون، كما نقول بأنهم يتجادلان أو يتصارعان توجور دائما، على عكس جين إي لويس. إذا نتحدث عن لو فيرب سو ديسبيتي. ثم عندنا لو فيرب بواطي، إذا كما نقول أنك تسير متمايلا، أنك تعرج. لو فيرب بواطي المقصود به أنك تعرج. كونت أون مال أن بي، عندما يكون عندنا سوء في رجلين ما، إذا لكان عندنا واحد الآلام في واحد الرجل، أو أن إحدى رجلينا أن مصابة، كيف سنمشي؟ كومو باتو مارشي؟ بيان سور مارشي أون بواطون، سنسير أون بواطون ونحن نعرج. إذن كونت أون مال أن بي أون مارش أون بواطون، يعني أننا نسير ونحن نعرج. طبعا أون بواطون كما تلاحظون عندنا لو جيرونديف، عندنا هاد لو مود هذا ستانوت، طبعا نتكلم عن واحد النوع من الصرف يسمى لو مود. طبعا تنتكلم على لو مود انه تنضوي تحت من واحد المجموعه ديال الازمنه. ملي تنتكلم مثلا على لانديغاتيف، اذا هذا ستا مود طبعا تنضوي تحت من واحد المجموعه ديال الافعال. وملي تنتكلم على واحد المود تيكون عنده واحد المفهوم معين، مثلا تنتكلم على لانديغاتيف، هذا تيدل على الازمنه اللي عنده واحد المعنى ديال الواقعية. مثلا نتكلموا على لو فيتور سامبل، تنتكلموا على واحد الحدث اللي بصح غيوقع في المستقبل. ومثلا نتكلموا مثلا على لو بريزون دو لانديكاتيف، تنتكلموا على واحد الزمان الذي ينضوي تحت لانديكاتيف، طبعا هو ايضا يعبر عن الواقعية. اذا هذا يعني باننا نتحدث عن فعل انه يحدث فعلا في الحاضر. وعندما نتكلم على لو باسي كومبوزي مثلا، فنحن نتحدث عن فعل في الماضي حدث بالفعل.
على عكس مثلا لو سيبجونكتيف او مثلا لو كونديسيونيل الى غير ذلك. فهاد الحالات نتكلم على واحد الاحداث ممكن ان تكون تمني، ممكن ان يكون فيها الشك الى غير ذلك. اذا هناك ازمنه اخرى طبعا تنضوي تحت واحد دوتر مود، يعني تحت مودات اخرى ان صح التعبير، يكون لها معنى اخر مثلا ديال التمني او ديال الشك الى غير ذلك. اذا طبعا هنا هل تنتكلم على لو جوانديف؟ طبعا لو جوانديف كاين في البريزون كاين في الباسي. اذا نقول مثلا اون بواطون. طبعا كما تنعرفوا بان لو جوانديف بريزون انه تيجي عنده واحد المجموعه ديال المعاني، تيجي في عده حالات. لو جوانديف بريزون est un mode qui se forme avec le participe présent. اذا لو جوانديف هو واحد المود اللي تيتكون من لو بارتيسيب بريزون كما ذكرنا، بحال اللي عندنا مثلا اون بواطون. اذا هنا عندنا لو بارتيسيب بريزون ثم بريسيدي دو اون، انه مسبوق ب اون، هذا هو لو جيرونديف بريزون. عموما علاش تيجي هاد لو جيرونديف؟ طبعا لعده اسباب، باش يفيد واحد المجموعه ديال المعاني. لو جيرونديف بريزون انديك، لو جيرونديف انديك اون سيمولتانيتي. إذا هو ممكن أنه يدل على تزامن entre deux actions بين فعلين dont le sujet est identique، الذي يكون عنده فاعل نفسه. إذا نقول مثلا il lit en mangeant، il lit en mangeant. إذا هو يقرأ en mangeant آكلا، وهو يأكل. إذا كما تلاحظوا بأن الفعل ديال القراءة هو يتم في نفس الوقت مع الفعل الخاص بالأكل. إذن il lit en mangeant، إذن هو يقرأ آكلا. المقصود هنا il lit pendant qu'il mange، إذن هو يقرأ أثناء، هو يأكل أثناء أكله. إذن كما تلاحظون بأنه يفيد la simultanéité. Le gérondif exprime la simultanéité، إذن هو يعبر عن التزامنية. إذا نتحدث هنا عن لي دو شوز سو باس او ميم طون، إذا نتكلم عن شيئين، نتحدث هنا عن شيئين كما نقول أنهما يحدثان في نفس الوقت. نقول مثلا أجوردوي إلا مونجي أون ترافايون، اليوم هو أكل أون ترافايون عاملا، هو يأكل وفي نفس الوقت هو يعمل. إذا إلا مونجي أون ترافايون. لو جيرونديف بو إكسبريمي لا كوز، لو جيرونديف بو إكسبريمي لا كوز. إذا ممكن أن لو جيرونديف أنه يعبر عن لا كوز، عن السبب. لو جيرونديف انفورم سور لوريجين لا كوز، لو جيرونديف أنه يخبر عن الأصل، تكلموا على الأصل ديال واحد الحدث، المقصود السبب ديال واحد الحدث. نقول مثلا نو سوم طومبي اون ايسايون دو زاسواغ، إذا نحن سقطنا اون ايسايون ونحن نحاول دو نو زاسواغ أن نجلس. إذا نحن كنا نحاول أن نجلس فإذا بنا نسقط. إذا هنا نتحدث عن السبب الذي أدى بنا إلى السقوط. إذا نتحدث هنا عن السبب الذي أدى بنا إلى السقوط. إذا نتكلم عن محاولا أو محاولين. أون نيسايون، نو سوم طومبي أون نيسايون دو نو زاسواغ. إذا نحن سقطنا محاولين الجلوس. Aussi le gérondif peut exprimer la manière. ممكن أن le gérondif أنه يعبر عن la manière، عن الطريقة. Le gérondif donne des détails sur le comment. إذا le gérondif أنه يعطي تفاصيل sur le comment، حول كيف. كيف حصل ذلك؟ كيف حصل ذلك؟ إذا نتكلم عن الطريقة التي تم بها الفعل. نقول مثلا je suis venu au travail en marchant. Je suis venu au travail en marchant. أنا أتيت. طبعا هنا سنتكلم على je suis venu عند واحد الأ. هذا يعني ماذا؟ يعني بأنني بنت مثلا، بنت مثلا أتحدث، أو أنا امرأة أتحدث. إذا طبعا هذا الفعل اللي هو لو فيغ فونيغ كما تشوفون أنا مصرف مع إتر je suis venu. إذا طبعا غيتأثر مادام أننا أضفنا أ. إذا نتحدث هنا عن فاعل مؤنث هو الذي يتحدث. جو سوي فوني أو ترافاي، أنا أتيت إلى العمل أو مارشون.
متمشيا أو متمشية. إذن هنا أنا أتحدث عن الطريقة التي أتيت بها إلى العمل، ولكن نتكلم هنا على لو جيرونديف. كما تنشوفوا عندنا أون ثم عندنا لو فيرب مارشي، حذفنا أو إر ثم وضعنا أن تي. إذن أون مارشون متمشيا أو متمشية. لو جيرونديف بو إكسبريمي أوسي لا كونديسيون. لو جيرونديف ممكن أنه يعبر عن لا كونديسيون كما نقول الشرط. أون إيكوتون بليس أون كور، أون إيكوتون بليس أون كور تي أوغي دو ميور نوت. بالاستماع أكثر في الدرس أنت أو أنت سيكون عندك أو عندك دو ميور نوت، أحسن نقط. إذن أون إيكوتون بليس أون كور تي أوغي دو ميور نوت. بالاستماع أكثر في الدرس تي أوغي دو ميور نوت، أنت سيكون عندك أحسن نقط. إذن أنت سيكون عندك أحسن نقط بالاستماع أكثر في الدرس. عليك أن تنصت أكثر في الدرس حتى يكون عندك أحسن نقط. لو جيرونديف كما ذكرنا ممكن أنه يعبر عن مجموعة من الحالات التي تأتي في سياقات معينة، طبعا دائما نفس الشكل، ولكن من المعنى يتضح في ماذا نستعمل هاد لو جيرونديف. طبعا كما عندنا هنا إذا نتكلم عن لامانيير، هنا نتحدث عن لامانيير، نتحدث عن الطريقة. مثلا هنا كونتونا مال أن بي، عندما يكون عندنا سوء في رجلين ما في رجل من رجلينا، أون مارش أننا نسير، أون بواطون نسير بعرج، نسير بعرج. إذا نسير بهذا الشكل. إذا نتكلم على لامانيير تنتكلم على الطريقة اللي غنتمشاو بها. مونتخ ما كومون أون بواط، مونتخ ما كومون أون بواط، ثم أظهر لي. طبعا عندنا الفار مونتخي فعل أشارة أو أظهر أو بين إلى غير ذلك. مونتخ ما بين لي أو أظهر لي أو أريني كومون أون بواط، كيف نعرج. إذا عليك أن تقوم بهذه الحركة. ثم لا بيرجوري، لا بيرجوري كما نقول حاضرة الأغنام. لا شيفغ إلى موطون كوش دون زون بيرجوري، لا شيفغ إلى موطون كوش دون زون بيرجوري. الماعز والأغنام أنها تضطجع أو تنام أو تبيت دون زون بيرجوري في حاضرة. ثم عندنا لي فخاز، عندنا الجمل. سي تو ما ليس با باسي جو لو ديغي أمامو. إذا أنت أو أنت لم تتركني أو لم تتركيني، سي تو ما ليس با باسي، إذا لم تتركني أمر جو لو ديغي أمامو، سأقوله لأمي. إذا سأقول هذا الأمر لأمي. إذا ممكن أننا نستعمل هاد العبارة في سياقات أخرى، ممكن نستعمل نفس هاد العبارة في سياقات أخرى مع بعض التغييرات. نقول مثلا جو تو دون غي دي كو دو تيت. إذا المقصود هنا سي تو ما ليس با باسي، إذا أنت لم تتركني أمر جو تو دون غي دي كو دو تيت، سأعطيك ضربات بالرأس. جو تو دون غي دي كو دو تيت. أو ممكن أنني أقول جو تو فيغي طومبي، سأجعلك تسقط. جو تو فيغي طومبي، سأجعلك تسقط. أو بيان جو تو باتخي، أنا سأضربك. سي تو ما ليس با باسي جو تو فيغي طومبي أو بيان جو تو باتخي أو بيان جيغي شيغشي ما ميغ، جيغي شيغشي ما ميغ، أنا سأذهب. طبعا هنا عندنا لو فيرب الي كونجيغي أو فيتور سامبل، عندنا فعل ذهب مصرف أو فيتور سامبل مصرف المستقبل البسيط. جيغي شيغشي ما ميغ، أنا سأذهب للبحث عن أمي. جيغي شيغشي ما ميغ، أنا سأذهب، أنا سأذهب أبحث عن أمي. كما نقول هنا أنا سأذهب أبحث أمي. ثم عندنا ليس ما باسي أو جو فيلو ديغ أمامو، إذا أتركني أمر أو جو فيلو ديغ أمامو أو أنا سأقوله لأمي. عندنا لو فيرب ألي أون فيرب سومي أوكسيليير، إذا نتكلم عن فعل هو أتى هنا كفعل كما نقول ليس مساعد. إذن طبعا سنرى بعض الحالات الأخرى التي نعبر فيها عن لو فيتور بروش. طبعا اللي شفنا هنا شفنا لو فيتور سامبل، جو تو دوني، عندنا لو فيرب دوني أو فيتور سامبل. إذن عندنا هذا الفعل مصرف في المستقبل البسيط، بحال اللي عندنا هنا
عندنا الظرف فراغ مصرف و فيتور سامبل نفس الشيء هنا جو باتخي اذا جو باتخي جو باتخي انا اضرب انا ساضرب جو باتخي انا ساضربك ثم مثلا عندنا هنا الظرف الي و فيتور سامبل اذا سنقول جيري جيري شيرشي ما ميغ ولكن اللي عندنا هنا عندنا لو فيتور بروش طبعا هذا عاده انه تيحدث قبل هذا هذا في المستقبل وهذا في المستقبل ولكن هذا تيحدث عاده قبل هذا لذلك نسمي هذا لو فيتور بروش تيتكون من لو فيرب الي زائد الفعل مراد تصريفه طبعا اللي تيتصرف هو لو فيرب الي رغم انه فقط مساعد ولكن المستهدف هو الفعل الذي سياتي بعده والذي لم يصرف طبعا سيبقى ان انفينيتيف لانه ياتي بعد فعل اخر قبله اذا لازم باسي اتركني امر او جو في لو دير ا مام او انا ساقوله لامي او جو في تو دوني دي كو دو تيت او انا ساعطيك دي كو دو تيت ضربات بالراس اذا لازم باسي اذا اتركني امر او جو في تو دوني دي كو دو تيت او انا ساعطيك ضربات بالراس هنا عندنا في الحقيقه او جو في دوني او جو في دوني انا ساعطي دي كو دو تيت اتوا مثلا ضربات بالراس اليك او نقول مثلا كما عندنا هنا او جو في تو فير طومبي او انا ساجعلك تسقط بنفس الطريقه هنا عندنا او جو في فير طومبي او انا ساعمل اسقاط اتوا لك مثلا او جو في تو فير طومبي او انا ساجعلك تسقط طبعا استعملنا لو فيتور بروش بنفس الطريقه كما تنشوفوا استعملنا لو فيرب الي كون فيرب سمو اوكسيليير ثم عندنا ديكو دو تيت ديكو دو تيت ثم عندنا ديكو دو تيت ضربات الراس ضربات بالراس ممكن تكون عندنا ضربات اخرى مثلا ديكو دو كورن ديكو دو كورن ضربات بالقرنين ديكو دو كورن ضربات بالقرون او بالقرنين ثم ديكو دو بي ضربات بالرجل ديكو دو بي ضربات بالرجل ديكو دو بوان ديكو دو بوان كما نقول ضربات باللكمه ضربات باللكمه ثم ديكو دو باطون ديكو دو باطون ضربات بالعصا ديكو دو باطون ضربات بالعصا نقول مثلا il m'a donné un coup de pied اذا هو اعطاني ضربه بالرجل المقصود انه ضربني برجله il m'a donné un coup de pied ممكن اننا نقول بنفس الطريقه il m'a donné دي كو دو كورن ضربات بالقرون او بالقرنين il m'a donné دي كو دو بي اذا هو اعطاني ضربات بالرجل il m'a donné دي كو دو بوان هو اعطاني ضربات باللكمه il m'a donné دي كو دو باطون il m'a donné دي كو دو باطون اذا هو اعطاني ضربات بالعصا الى غير ذلك ثم نقول الا ميشون الا ميشون اذا الا انه شرير ما تفعل حتى ننعته بانه شرير il a donné un coup de règle à son camarade اذا هو اعطى ضربه دو غاغل بالمسطره à son camarade لرفيقه اذا هو ضرب رفيقه بالمسطره اذا هنا الا ايميشون الا انه شرير il a donné des coups de règle à son camarade هو اعطى ضربه بالمسطره à son camarade لرفيقه الذي يجلس بجانبه مثلا ثم نقول شاكا دو سون كوتي شاكا دو سون كوتي كل واحد من جهته كل واحد من جهته طبعا الذي رأيناه فيما سبق كل واحدات من جهتها كما عندنا هنا شاكين دو سون كوتي كل واحدة كل ماعز المقصود هنا دو سون كوتي من جهتها ولكن الذي عندنا هنا شاكا دو سون كوتي كل واحد من جهته كل واحد بلاصتو إيل جو إذا هم يلعبون شاكا دو سون كوتي كل واحد من جهته إذا إيل جو شاكا دو سون كوتي إذا هم يلعبون كل واحد شاكا دو سون كوتي من جهته المقصود بأنه ليس هناك اختلاط بين الأطفال مثلا في هذا اللعب إذا كل شخص من هاد الأطفال كل طفل يلعب لوحده هذا هو مقصودنا شاكا دو سون كوتي نقول مثلا il travaille
شاكادا سونكوتي. إذن هم يعملون كل واحد من جهته، المقصود بأنهم لا يعملون في مكان واحد. إل ترافاي شاكادا سونكوتي، إذن هم يعملون كل واحد من جهته. نقول مثلا إل سونفون شاكادا سونكوتي، إذن هم ذهبوا في اتجاه معين. كما نقول أنهم ذهبوا في حالهم إل سونفون، طبعا هنا عندنا لو فيرب سونالي، سونالي تبقى هكذا. إل سونفون، إذن هم ذهبوا في اتجاه معين. شاكادا سونكوتي، كل واحد من جهته، كل واحد من جهته. ثم عندنا لوغتوغراف، إذن عندنا أو، عندنا هاد الأحرف الثلاث اللي عندنا هنا أو أو أي، ممكن أننا نجدها لوحدها كما عندنا هنا وتعني الماء، وممكن أننا نجدها في كلمات أخرى. إذن تنطق أو مثل أو تماما. إذن نقول دولو من الماء، دولو من الماء. بوكو دو، بوكو دو، بوكو دو، الكثير من الماء. إذن مثلا إلى بي بوكو دو، بوكو دو، إذن هو شارب الكثير من الماء. نقول مثلا أن شابو، أن شابو، إذن نتكلم عن طربوش. أن شابو، نتكلم عن طربوش. ميتي طون شابو، ضع طربوشك مثلا، ضع طربوشك. لو مونتو دو مامو، لو مونتو دو مامو، إذن كلمة مونتو، إذن نتكلم عن معطف. لو مونتو دو مامو، إذن نتكلم عن معطف الأم أو أمي. إذن كلمة مونتو أنها تتضمن هاد الأحرف كما عندنا هنا. ثم عندنا أن غرو غاتو، إذا نتكلم عن كعكة ضخمة. طبعا كلمة كعكة هي كلمة مذكرة كما عندنا هنا، أن غرو غاتو. ثم عندنا أو بهذا الشكل تنطق مثل هذه أي، ولكن على حساب كل كلمة. مثلا عندنا أوبوغ، عند الحافة. مثلا نقول أوبوغ دو نافيغ، هي نتكلم على حافة، هذا المقصود على حافة السفينة. نقول مثلا أوميليو، أوميليو، إذن عندنا هاد أي، المقصود هنا في الوسط. أوميليو دو لاغوت، إذن في وسط الطريق. أوميليو دي شومان، أوميليو دي شومان، كما نقول في وسط الطريق. أوميليو دو لابلاج، أوميليو دو لابلاج، إذن نتكلم عن في وسط الشاطئ. ثم نقول أولي، أولي، عند السرير. أولي، عند السرير أو في السرير. ثم عندنا ديكتي، ديكتي، كما نقول إملاء. ديكتي كما نتكلم عن الإملاء. غوني أشو، غوني أشو، إذن كلمة شو كما تلاحظوا أنها تتضمن هاد أي، وتنطق، وتنطق مثل أو، وتنطق مثل أو. غوني أشو، إذن غوني أنه ساخن، غوني أنه ساخن. إلى بي بوكو دو، إذن هو شرب الكثير من الماء. إلى بي تخو دو، إلى بي تخو دو، إذن هو شرب الكثير من الماء أيضا، غير هي هاد تخو أكثر من بوكو. إلى بي كما تشوفوا عندنا هنا لو بارتيسيباسي الخاص بفعل بواغ، طبعا لو فاب بواغ المقصود به شرب. إذن لو بارتيسيباسي الخاص بالفعل هو بي، كما عندنا هنا، كما عندنا هنا. طبعا بي تتردد على طول الصرف، نقول جيبي، نقول مثلا جيبي، تيابي، إلى بي، نوزافون بي، فوزافي بي، إيلزون بي، إذن هم شربوا. نقول مثلا جافي بي، أنا شربت، تيافي بي، أنت شربت. إذن نتكلم على بلوس كوبارتي مثلا، إلى غير ذلك. إلى بي، إذن هو شرب، تخوض الكثير من الماء، تخوض الكثير من الماء. نقول إلي مالاد، إذن هو مريض. إلي مالاد، هو مريض. إلي أولي، إذن مادام أنه مريض. إلي أولي، إذن هو في السرير. بوف غوني، بوف غوني، غوني الفقير، غوني الفقير كما نقول، ولكن المقصود هنا غوني المسكين، غوني المسكين. إذن هو كان ساخن مثلا لأنه تعرض لحرارة الشمس، أو لأنه، أو لأنه كان يلعب بكثرة. ثم هو شرب الكثير من الماء، ثم هو سقط مريضا، ثم هو ذهب إلى السرير. غوني أشو، كما نقول هنا غوني عنده حرارة، طبعا كلمة شو تعني حرارة. نقول مثلا غوني أفخوا، إذا غوني عنده برودة. إذا
أغني أشا إلى بي بوكضة إلى بي بوكضة، إذن هو شارب الكثير من الماء. إلى بي تخضة، إذن هو شارب الكثير من الماء أكثر من ذلك. إلى مالات، إذن هو مريض. إلى أولي، إذن هو في السرير. بوف أغني، بوف أغني، أغني الفقير، أغني المسكين. نقول مثلا دون دو لي أو شا، دون دو لي أو شا، يعطينا الحليب للقط. ثم في الأخير عندنا لا شيفغ أ مونجي لو غاتو دو مينا، إذن الماعزة أن أكلت أ مونجي. طبعا هنا عندنا البارتيسيباس الخاص بالفعل، كل الأفعال اللي عندها أو أغلى فيه لي فيرب دي بخومي جروب. إذا نتكلم على الأفعال ديال المجموعة الأولى، طبعا تنحذف أو أغ، نحذف أو أغ ثم نضع أو أكسون إيغي كما عندنا هنا، وبذلك نحصل على البارتيسيباس الخاص بالفعل. وكما ذكرنا هاد البارتيسيباس أننا نحتاجه في الأزمنة المركبة. إذا طبعا بحال اللي عندنا هنا، عندنا لوكسيليير، هنا عندنا لوكسيليير أفوا. طبعا في حالات أخرى ممكن نجد لوكسيليير إتر لحساب كل فعل. إذا لا شيفغ أ مانجي، إذا لا شيفغ أن أكلت، المعزة أن أكلت لو غاتو دو مينا، أكلت كعكة مينا. وننهي مع لا كونجيغيزون دو فيرب أريفي أو باسي كومبوزي. لا كونجيغيزون دو فيرب أريفي أو باسي كومبوزي، إذا نتكلم عن صرف أو تصريف فعل وصل أو باسي كومبوزي في الماضي المركب. علاش هو مركب؟ لأن الصرف ديالو تيتكون من أوكسيليير بحال اللي عندنا هنا، عندنا لوكسيليير إتر، لأن لو فيرب أريفي أنه تيطلب باش يتصرف مع إتر، ماشي بحال الفعل اللي شفنا قبل قليل أنه تيتصرف مع أفواغ. علاش يتصرف مع أفواغ؟ لأن لا شيفغ هذا هو الفاعل، أنه أكل. ماذا أكل؟ لو غاتو، أكل شيئا آخر. بينما عندنا هنا لو فيرب أريفي وصل، شكون اللي وصل؟ واش هو وصل شي حاجة أخرى؟ ما وصلش شي حاجة أخرى، بحال اللي شفنا مع المعزة أن أكلت شيئا آخر، أكلت الكعكة. هنا عندنا أريفي هذا فعل وصل، اللي وصل هو هذا الفاعل. إذا هذا الفعل تطبق على هذا الفاعل. إذا جسوي أغلي، أنا وصلت أون غوطاغ، كما نقول في تأخر، كما نقول هنا في تأخر، المقصود بأنني وصلت متأخرا. جسوي أغلي أون غوطاغ، أنا وصلت متأخرا. إذا هذا الفعل اللي تيعود على الفاعل اللي عندنا هنا، طبعا غيتصرف مع إتر. هذا هو اللي وصل. Je suis arrivé. أنا وصلت en retard، في تأخر. أنا وصلت متأخرا. نقول مثلا tu es arrivé، أنت وصلت en retard، في تأخر. إذا بغينا نقول مثلا أنت وصلتي، طبعا علينا أن نضيف أه الخاصة بالتأنيث. لماذا؟ لأن الفعل هنا مصرف مع إتر. فاش يكون مصرف مع أضواق اللي عندنا هنا، ما تيهمناش واش عندنا هنا مذكر ولا مؤنث، ولكن ما تيكون الفعل مصرف مع إتر ضروري نشوفو هاد الفاعل واش هو مذكر ولا مؤنث. إلا كان مذكر تنخليو فقط البارتيسيباسي الخاص بالفعل كما هو، ولكن إلا كان مؤنث نضيف أه الخاصة بالتأنيث. إذا كان جمعا نضيف أس الخاص بالجمع. إلا كان هاد الفعل مصرف مع إتر، هنا مصرف فقط مع أفواغ، إذا طبعا ما غنبقاوش نشوفو واش عندنا مؤنث ولا الجمع. بينما هنا علينا أن نفعل ذلك، لأن الفعل مصرف مع إتر. جو سوي أغيفي أون غوطاغ، توي أغيفي أون غوطاغ، أنت وصلت متأخرا. إلي تأغيفي أون غوطاغ، إذا هو وصل متأخرا. شوف هنا إلي تأغيفي، هي وصلت، أضفنا أه الخاصة بالتأنيث لأننا نتكلم عنها هي. إلي تأغيفي، هي وصلت، أون غوطاغ، في تأخر، المقصود متأخرة. الآن سنرى هد الضمائر أو بلوريال الخاصة بالجمع. نون سونز أغيفي، نحن وصلنا، طبعا نحن ذكور لكننا نحن جمع، إذا سنضيف هاد إس لهاد لو بارتيسيباسي دي فيرب أغيفي. إذا نضيف إس. نون سونز أغيفي أون غوطاغ.
Vous êtes arrivé en retard. Antum wasaltum fta'akhur. Ils sont arrivés en retard. إذن هم وصلوا في تأخر. نضيف اس دائما لأننا نتكلم عن لو بلوريال. Ils sont arrivés en retard. هم وصلوا متأخرين. هم وصلوا في تأخر. ثم في المؤنث نقول Ils sont arrivés en retard. هم وصلنا في تأخر. طبعا نضيف أ ونضيف اس كما نرى. إذن هذا فيما يخص هذه الفقرة، وهكذا نكون قد أنهينا مع موضوع المعيزتين. نلتقي في فقرة قادمة مع موضوع آخر ومع قصة أخرى. حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.